وأن الحكم القضائي إذا كان مصباح حكم بات يجب أن ينفذ. معناها في تنفيذ الحكم هذا هو الدولة تحت المراحة، وأصلا الدولة معناها الهيبة متاعها تكون مصانع في تنفيذ الحكم النهائي البات. أنا باش نوضح ونرفع التباس حول مفاهيم غالطة عند بعض المسؤولين، وأن يقول لك الدولة يمكن لها أن لا تنفذ الحكم القضائي. هي ذاك في ناحية، نجم ما تنفذش حكم قضائي موظف عزلته ومن بعد المحكمة الإدارية حكمت باش ترقى باش يرجع، معناها المبدأ الأصلي يزمك تنفذ. إذا كان ما تنفذش تمشي للتعويض صحيح. وإذا كان الدولة في الحالة الأخرى استولات، وإلا خطأ أخذت ملك الخاص نتاع مواطن، إيش نقولوا لهنا؟ نقولوا الدولة الحكم القضائي اللي يصدر ضدها ما يتنفذش، يتنفذ باش ترجع الحق لصاحبه، مش باش معناها ترفض التنفيذ ومعناها وتبدا عندك تعليات واهيه وتغلط اصلا في معناها القياده السياسيه، تغلط فيهم تقول راهو لا يمكن تنفيذ هذا الحكم. كل حكم قضائي معناها اصبح بات يجب ان ينفذ بدون اي تعله، خاصه اذا كان هذا الحكم يقضي بارجاع حق لاصحابه. معناها نحكيو على املاك المصادره، يعني فما احكام صدرت حتى توعد الدوله الاملاك اصحابها والدوله لم تنفذ. مش العديد من الاحكام المصادره، هما فما حكمين ولا ثلاثه معناها وخذات جميع الاطوار التقاضي ووصلت حتى للتعقيب، ومعناها وصلت حتى معناها باش القرار هذا النهائي البيت باش يقول لك رجع الحق لاصحابه، وانت ترفض في عدم الارجاع وفي الرفض نتاعك، هذاك راه يعتبر فساد. خاطر تنجم انت في 96 اللي حكيوا عليه تتحكم به الموظفين، ارجع الفصل اللي قبله 95 يقول لك الموظف العمومي اللي معناها يعرف اللي معناها معناها الملك هذاك ولا الحق هذاك ويستولي عليه ويعرف شيء هذاك، راهو معرض لعقوبه جزائيه توصل 15 سنه سجن. معناها مانيش نوصلوا احنا لهذا. احنا نقولوا وديما احترام السلطه القضائيه هو صون لهيبة الدولة، ويجب أن تنفذ الأحكام القضائية بدون أي تعليلات وبدون معناها أي. وإذا كان ما تنفذش أنت حكم الدولة، الحكم الصادر ضد الدولة والمكلف العام بإزاعة الدولة يقول لك القانون يفرض عليه باش يسهر على تنفيذ الأحكام القضائية، يسهر المكلف العام بإزاعة الدولة في على تنفيذ الأحكام القضائية التي تكون الدولة فيها طرف. أنت إذا كان ما تنفذش يا اخي السيد هذا ما عندوش الامكانيه باش يعقل ملك الدوله الخاص، ما هو يتعقل ملك الدوله الخاص، يمكن عقله ملك الدوله الخاص من طرف المواطن. ملك الدوله العام ما يتعقلش، ملك الدوله الخاص يمكن عقلته. وكعلاش انت باش تثقل كاهل الدوله بمبالغ تعويض وعقل الملك الدوله الخاص؟ معناها ما نحبوش نوصلوا نحن مستوى هذا. احنا نحبوا الدولة متاعنا، ولو انه هناك شلل نعرف وظروف معناها متعبة واكثر من متعبة، وكل معناها نقولوا يجب عليها ان تحترم وان تحترم الاحكام القضائية. حاجة اخرى بالنسبة لقانون المصالحة، لا نرجعوا لك معناها انه قانون المصالحة، قانون المصالحة بسرعة، قانون المصالحة انا من رأيي القانون هذا معناها ان شاء الله يتعدوا على في مجلس النواب، وهذا مش يضع حد المهازل كبيرة قاعدة تصير في الملفات، اللي ملفات تجي تشوفها تلقاها بمئات الأوراق تهل الملف ما تلقى فيه حد شيء. الملفات هذه ولات معناها مصدر الابتزاز لكثير للعديد من رجال الأعمال، واحنا نقولوا وأنه القانون المصالحة هذا مش يكون هو المنقذ ومش يوقف النزيف هذا، وإن شاء الله يتعدى.